اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامج بالبونت العريض، فيها نحلل ابرز ما جاءت به الصحف الصادره لهذا اليوم. ننتقل مشاهدينا مباشره الى عناوين الصحف الصادره لهذا اليوم. جاءت على صدر صحيفه الانتباه: اجتماع بين البرهان وحمدوك. أما على صدر صحيفة السودان: حمدوك يدعو كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية. على صدر الحراك السياسي: البرهان يصعد حربه الكلامية ضد الائتلاف الحاكم. على صدر صحيفة اليوم التالي: نادي القضاء يعلن تعليق العمل في كافة المحاكم لثلاثة أيام. وعلى صحيفة الحداثة: وزير المالية: نجاح برنامج ثمرات يتطلب مزيدا من الجهد والوقت. صحيفة الصيحة: موسى هلال: هناك نواقص في سلام جوبا تتطلب الاستكمال. على صدر صحيفة هلال الرياضية: الهلال يهزم المريخ بهدفين مقابل هدف ويؤكد أحقيته بلقب الدوري. أما في عمود اليوم كتبت شمائل النور: من يتقدم؟ إن صحت الأنباء حول المحاولة الإنقلابية الفاشلة أو لم تصح، فإن الثلاثة أيام الماضية كانت مقياسا واضحا لمسائل كثيرة ومهمة، على رأسها القبول الشعبي لهذه الحكومة بمكونيها، وبجانب ذلك الرفض الشعبي لأي محاولة لقلب الحكم والعودة إلى مربع الدكتاتورية. حينما استغاث عضو مجلس السيادة محمد الفكي عبر صفحته الشخصية بفيسبوك ومعه عضو لجنة إزالة التمكين البارز ودي صالح تعرضا لهجوم عنيف ونيران صديقة كثيفة، وهي ذات النيران الممتدة من لقاء لمحمد الفكي وخالد عمر بلجان مقاومة قبيل الانقلاب بساعات. هذا الهجوم الكاسح، هذا الهجوم الكاسح أوصل رسالة خطأ للمكون العسكري، وظن أن الناس سيقبلون بأي تغيير ضد المدنيين لصالح العسكريين. ونتيجة الرسالة الخطأ هذه جاء خطاب المرخيات الذي حاول فيه البرهان أن يظهر بثوب المخلص، لكن الثمن السياسي الذي دفعه بعد هذا الخطاب كان باهظا، وسرعان ما انقلب خطاب رئيس مجلس السيادة خلال مقابلته مع قناة العربية، وبهذا بدوره تحول لرصيد للمدنيين على علاتهم. المستفاد مما جرى خلال اليومين الماضيين والذي لم تتكشف خيوطه بعد هو أن الشراكة الحالية انتهت صلاحيتها تماما، وليس في مقدورها أن تقدم شيئا، وأن أي استمرار بعد هذا الشرخ الكبير الذي حدث سوف يفقد الطرفين ما تحقق لهما من تعاطف كل في دائرته. ما جرى يعيد طرح السؤال المهم حول البديل، البديل لهذا الوضع القائم منذ سنتين ويزيد دون تحقيق اختراق في أي من الملفات الملحة والآجلة. أعتقد أن الفرصة مواتية لبروز صيغة جديدة تماما تستغني عن هذه التشكيلة بشقيها المدني والعسكري، فالطرفان الآن هما الأزمة. بعد تفجير ثورة ديسمبر في عدبرة والدمازين وبورسودان لم يكن تجمع المهنيين معروفا للناس، برز التجمع قبيل أول موكب في قلب الخرطوم في 25 ديسمبر بعد دعوة وجهها للمواطنين بالخروج إلى الشوارع، فاستجاب الشارع دون تردد لهذا الاسم على الرغم من غياب المعلومات عنه، بل على الرغم من غياب قيادات أو حتى وجوه. كل الناس يستجيبون لنداء صفحة في فيسبوك، والتجمع
لم يفعل شيء، كل ما فعله التقط زمام المبادرة في الدعوات للخروج وجدولة المظاهرات وتحديد النقاط، وبعد كل موكب يحصد التجمع جماهير أكثر، وبعد كل موكب يتمدد التجمع في الشارع حتى سقط البشير. الواقع الآن، الواقع الآن يحتاج قيادة جديدة، قيادة ثورية بصدق وليس شعارات، قيادة غير قابلة للشراء والخنوع. هكذا كان عمود اليوم للصحفية شمائل النور، كتبت بعنوان عمود بعنوان من يتقدم. إذا مشاهدينا أيضا سننتقل إلى الفقرة التحليلية، ولكن عقب هذا الفاصل ابقوا معنا.